خير مشاهدينا، هذه الحلقة اليوم من برنامج كيف الحال غادي نتكلموا فيها على واحد المسألة اللي كنبحثوا عليها كلنا في الدنيا، هي التوازن، هي السلام الداخلي. واليوم غادي نتعرفوا احنا وياكم على واحد الموضوع يمكن غادي يبان للبعض انه فيه شوية ديال يعني معلومات هكذا اللي ما يمكنش لاي واحد يعرفها، ولكن كوتش ربيعة غرباوي هنا باش تبسط لنا الاشياء وتعطينا هذه المعلومات، يعني كل واحد على قد المعرفة ديالو وكلنا نقدروا نمشيو نبحثوا فيها، وهي القوانين الكونية اللي كتوصلنا للسلام الداخلي او لي لوا دو لونيفير اللي توصلنا لهذاك ليكيليبر اللي كنا كنبحثوا عليه. صباح الخير كوتش ربيعه. دونك عييت ما نعبر ما نعبرش بحالك ربيعه، مي جوستومون انا تلمو متحمسه يعني الموضوع بحال هذا، وبغيت ان الناس اللي كيتابعونا يعني ما تكتفيوش بهذا الشيء اللي كتاخذوه من البرنامج، بحثوا على هذه الاشياء. وربيعه يعني وقت ما تفكرنا كنحاولوا نقترحوا عليكم هكذا كتب اللي تمشيو تقراوها مزيان زياده المعرفه، غادي تعطينا غير يعني نقولوا ان اكليبر ميور tu vois شي حاجه اللي توازن اكثر، وتفتح لنا المجال كذلك باش نكونوا احسن في الذات ديالنا. ربيعه كونط اون بارل دي لوا دو لونيفير، يعني كنتكلموا على القوانين الكونيه كيجيبنا راسنا كنهضروا على الميتافيزيقا وعلى شي حاجه اللي شويه فلسفيه، وهذا شنو علاقتها بلو ديفلوبمون بيرسونيل او بالتنميه الذاتيه؟ ربيعه هاد القوانين ملي تنتعلموا لهم تنتعلموا كيفاش لونيفير يفونكسيون، يعني كيفاش هذا الوجود اللي حنا كيتمشى ولا عرفناه كيفاش تيتمشى ما يمكنناش نبقاو نتمشاو العكس ديالو. عاتيني ملي كتكلمي على لونيفير ربيعه ولو فونكسيونمون دو لونيفير، شنو كيتخيل لي انا داك الساعه لا مونتر سويس، الساعه منين كتحلها وكتشوف هذوك الدويورات ديالها كيفاش كيدوروا، كيفاش داك الشيء كله متوازن ومضبوط. دونك جيماجين كو سي سا، هذا الشيء بالملاحظه سا بيان سور سا ديباس. عزيزه مثلا ملي تناخذ هذا الستيلو هكذا وتنرميه شنو تيوقع؟ الجاذبيه تحاته قانون الجاذبية. نعم. ياك علاش درت هذا المثال؟ لان ملموس وتنشوفوه هذا القانون، هذا متصور بانني دابا غادي نهز هذا الكاس ياك ما نرميش ما تخافش عزيزه اش درتي هكا تدريش غدير، وفي راسي تنقول انا غنرمي هذا الكاس وبغيتو يبقى معلق في الهواء، انا غنرميه وبغيتو ورميتو اش غيوقع؟ صافي الا كنتي ماجيسيان غيتهرس. نعم. ولا تهرس وبقيت كنشوف وتنقول علاش ما بقاش معلق في الهواء، علاش ما بقاش معلق في الهواء؟ تيك ما فهمتيش القانون، ما فهمتش القانون ديال الجاذبيه. الشيء اللي تيوقع لنا في الحياه ديالنا كاينين قوانين الا ما فهمناهمش تنبقاو متعلقين في ضد النتيجه ديالهم. نعم. ملي ما تنفهموش تنبقاو دائما ما فاهمينش او لا تندخلوا في واحد الحاله النفسيه اللي غير متوازنه. وهي فاش تنقولوا علاش كيوقع لي هكا، علاش كيوقع هذا الشيء، علاش هاد الحوايج ما صدقاتش، علاش هادي ما دارتش. هاد القوانين تغيروا الحياه. اول قانون هي لا لوا دو لانتونسيون، قانون ديال النيه. كاين واحد القانون تيسير الوجود، هو قانون النيه. الحاجه اللي نويتيها والحاجه اللي فكرتي فيها، الحاجه اللي بدعتي فيها، الحاجه اللي سكناتك، هي الحاجه اللي غادي توصل ليها. يعني النية الوجود تصيب واحد الطريقة بأن يمكن لنا نصنعوا نكونوا واحد مثلا أن أرشيتكت، واحد المهندس معماري مع الوجود اللي كنساعدوا الوجود في صنع المستقبل ديالنا والحياة ديالنا. دونك علاش تنقول لك سير غير بالنية؟ يعني شنو هي سير غير بالنية؟ الحاجة اللي أنت نويتيها راه غادي توصل ليها. نويتي الخير واخا يكون الناس ناويين الشر، أنت راه غادي تمشي للخير، غتلقى الخير، غتلقى الخير ولو هما يبغيو يطيحوك في الشر ولا ما تطيح فيه. علاش؟ حيت قانون. علاش حنا مآمنين بهاد القضية؟ لأن لاحظنا، لأن شفنا، وهاد القانون حتى واحد ما يقدر يغيره. نعم. حتى واحد، حيت بحال قانون الجاذبية. ألوغ كاين دونك الإنسان هنا باش تنستافدو، نستافدو بأن الحاجة اللي بغينا نوصلوا لها، ما عمر مثلا توقع لك شي حاجة خايبة وتبدل النية ديالك وتقول لا أنا ما كانش خصني نفكر هكا ولا أنا كنت ناوي هكا. النية ديالك خليها ديما آمنة وصالحة، لأن قد ما بنيتي عليها قد ما غتوصلك لشي حاجة اللي هي مزيانة. علاش كيقول لك الله يعطينا على قد نيتنا؟ الله يعطينا على قد نيتنا. شوف الثقافة ديالنا ولكن هذا راه قانون. ثاني قانون هو قانون الانسجام، لا لوا لارموني. قانون الانسجام، انسجام شكون مع شكون؟ انسجام دوينا في واحد الحلقه على الانسان انه طاقه. نعم. واننا عندنا دي فيبراسيون، مكونات طاقيه في الذات ديالنا. الانسجام ديال مكونات ديال الذات ديالنا كطاقه مع الوجود، مع لونيفير، لان الوجود كله طاقه وحنا طاقه. هادشي علمي، ما تندويوش على شي حاجه ميتافيزيك، سي فريمون علمي.
كلنا طاقه، واي حاجه في الحياه فهي طاقه. نعم. ناخذوا واحد المثال، لو بونور، السعاده. نعم. السعاده فهي طاقه وموجوده في الوجود. لا تريستيس، الغضب، القلق، فهي طاقه موجوده في كاينه في الوجود. ولكن اللي بغيت نوصل للسعاده خاصني لا فيبراسيون ديالي خاصها تنسجم مع لا فيبراسيون ديال السعاده باش كنتيرها. هذا قانون الانسجام. بحال بغيت نعيط لك في التليفون يا عزيزه، ما غاديش ندير النمره ديال رميله، غنخرج في رميله، غندير التليفون ديال عزيزه. دونك حتى انا في قانون الانسجام خاصني نفهم الا بغيت نوصل لشي حاجه. شي واحد تيقول لك انا ما عنديش الزهر وانا هذا وغضبان وهذا، يعرف بان غيطير الغضب ما غاديش يطير السعاده. دونك اون اتير الحوايج اللي تيكونوا في الداخل ديالنا. نعم. واللي يصوموا في الراس وعندهم استعداد ليهم وكاينين موجودين في النفسيه ديالنا. الوغ القانون اللي مهم حتى هو، وهذا حنا تندويو عليه وبغيت نرسخوا الناس يبقاو عليه عاقلين عليه هي قانون التبادل، لا لوا دو ليشانج. نعم. اعطي تاخذ. نعم. زرع تحصد. هاك ورا هاك ورا. راه ما يمكنش الانسان يبقى جالس وباغي ياخذ وما عطى والو. راه يمكن ياخذ ولكن ياخذ الحوايج اللي ما كانش تينتظر والحوايج اللي ما صالحينش ليه. شحال من واحد تيقول لك انا ما تنديرش جاتني ولكن ماشي الحوايج اللي صالحين لك وماشي اللي غيزيدوك القدام. اذا دائما ما عمرنا في الحياه ديالنا حسب هذا القانون اننا نرفضوا شي واحد الا طلب منا شي حاجه. حيت الا طلب منك يعني خاصك تعطي باش تاخذ شي حاجه واحده اخرى كتسناك، ولكن كتسناك عبر داك العطاء اللي غادي تعطي. وما انتظرش من نفس الشخص العطاء. هذا يجي من جهه واحده اخرى. معلوم. ولكن العطاء هنا في هذا المثال بالضبط اللي عطيتي على قدر المستطاع. على بيان سور. معلوم. شي حاجه اللي كتفوق الطاقه ديالك. لا معلوم بيان سور. واحد طلب منك كاس الماء ولا طلب منك شي حاجه اللي هي طبيعيه، ماشي واحد يقول لك جي راه عطيني 10 المليون تقول واه القانون قالوا في دوزيام. لا جوستومون هنا مساله مهمه تكلمتي عليها وبغيتك تركزي عليها، يعني الاشياء البسيطه حتى هي تعتبر عطاء. ان الناس ملي غتقولي لهم هاك وراء او العطاء غادي يمشي البال مع الصدقه، غيمشي البال مع بذل المجهود للاخر وهذا. وكنستهنوا بلي بوتيت زاكسيون الاشياء البسيطه مثلا التليفون يسول في شي واحد تا هو عطاء مثلا. وكاين الانسان قبل ما يهضر كتعطيه يعني كتحس به. نعم. الاحتياج ديالو حتى هو عطاء. عرف. نعم. بان علاش الانسان تيقول لك الحمد لله انا تنعطوا الخير فايض عليا والله يعطينا منين نعطيو. شوف الثقافه ديالنا. نعم. الله يعطينا منين نعطيو. نعم. دونك زعما هذا القانون حتى واحد ما يقدر يغيرو وثابت. نعم. القانون الاخير اللي غادي نسالي به ونكملوا في الراديو هو قانون المعرفه. نعم. شنو هو قانون المعرفه؟ خلقنا كلنا بمهارات ومجموعه ديال لي كومبيتونس ديال قدرات وتفوقات اللي عندنا كلنا، اللي قاري واللي ما قاريش. وهذا القانون هذا المعرفه تطلب منك انك تبحث على الحاجه اللي انت كتميز بها باش تقتسمها مع الناس والبشريه ومع الوجود. حيت الوجود كيتسناك. نعم. تقول لك عندك شي حوايج ولكن شكون اللي خصو يخدم؟ انت اللي خصك تخدم باش تلقاهم. الناس اللي ما تلقاوش الطريق ديالهم هما الناس اللي تيدخلوا في لا ديبريم، في لا ديبريسيون. شحال من واحد تقول لك عندي كل شيء ولكن ما فرحانش، ما عاجبنيش الحال. حنا في الكوتشين تخدموا على باغ اكزومبل لا ريشيرش دو سانس، ان الانسان يكون عنده حتى معنى الحياه، مغزى. نعم. ذوق الحياه. فين هو هذا الذوق؟ لان قانون المعرفه ما تصنطيش ليه، كينتظر منك تبحث على شنو تقدر تعطي البشريه. شنو علاقه هذه المساله هذه بلا ميسيون دو في، بالرساله ديال الحياه؟ عندها علاقه وثيده مع الرساله ديال الحياه. لان ملي تتقلب على المهارات ديالك تتقتسمهم، من تما تتبان حتى رساله الحياه ديالك. هذه كتكون في واحد المرحله الثانيه، انت تخدم على راسي اكثر، تنعرف بعدا عندي واحد المهارات تقتسم، من بعد تنشوف شنو هي المعنى الوجود ديالي. نعم. من هنا تتبان الرساله ديال الحياه. نعم. هاد القوانين هذه كلها اللي تكلمتي عليها ربيعه هي اللي كتخلق عندنا توازن.
الا عرفناهم ما يمكنش لنا نبقاو ماشيين على العكس ضد ديالهم، بحال شي واحد تيعوم في البحر التيار. وضد التيار. الا عرفت بان قانون المعرفه كاين، بزاف الناس تيقول لك وانا ديما تابعني القرايه، انا ديما تابعني هذه اللي كنت عارفها، خصني نتبع هذا التيار. الا مثلا الا دوينا على قانون ديال ناخذ قانون ديال التبادل، قانون تاع ديال ليشونج، قانون ديال ليشونج. الا دائما كتسمع الانسان تيقول لك وانا دائما تنعطي، دائما تنعطي، دائما وترده لي دائما، هي بشي حاجه اللي ما مزياناش. الا فهمت هذا القانون ما عمري ما نحبس، ما عمري ما نقول خصني نتبدل، خصني نولي خايب. نعم. لا، حيت قانون هيعطي. فوالا جوستومون، ناس واحد جا قال لك انا كنعطيه ما عمر يعني ما عمرني جون غوسوا ريان، ما عمرش واحد ما كيعطيني شي حاجه ولا انا كنعطي للناس. هنا تيكون عنده عدم فهم ديال الرجوع ديال داك العطاء. يعني ما خصوش ينتظر من نفس الشخص؟ لا، تيكون تينتظر شي حاجه اللي هي ديجا عنده وما فهمهاش. عنده صحه، عنده الصحه، عنده يمكن خدمه، عنده واحد الزوجه الله يعمرها دار او زوج، عنده ولا عندها، هو تيكون محدد هذاك الشيء اللي بغا في واحد الحاجه معينه، عنده ابناء، انتظار معين، انتظار معين. هنا تيكون عدم فهم هذاك الانتظار. شنو عندك بعدا نتايا؟ واش عارف شنو عندك؟ وهذا الشيء اللي عندك عرفتي منين جاي ولا ما عرفتيش منين جاي؟ جاتك رساله وقالوا لك راحي تعطيتي كاس الماء عندك صحتك؟ لا، سي لا الواد. هنا انا عندي ارتباط ب يعني قوانين حتى عندنا في الدين ديالنا، لان الرزق فكرتيني هنا في الفكره نتاع الرزق، الرزق الناس بزاف كيمشيو مع الرزق على اساس انه فقط مال، انما الرزق يكون صحه، يكون اولاد، يكون اصدقاء، يكون سلامه، معرفه، سلامه. حنا الناس تياخذوا الطريق وتيسافروا، حتى السلامه حتى هي رزق اللي الانسان خاصو فريمون يعطيها واحد القيمه. تندويو حنا المغاربه على الصحه والسلامه، هاد جوج تاع الحوايج ما تيتبعو ما تيتشراو. ومنين تيجيوك؟ شكون اللي تيعطيهم لك؟ فهي رزق اللي تتكون تهي من العطاء ورد ديال هذاك العطاء. تري بيان. هاد الافكار هادي ربيعه ممكن الناس يبحثوا عليها مثلا في الانترنت؟ بيان سور، كاينين معلومات، كاينين كتب، كاينين كتب اللي تيدعو على لي لوا، لي لوا دو لونيفير، على لي لوا سبيريتويل، اللي كلهم تيقدوا يفسروا اكثر ويعطيو بزاف ديال دي زيكزامبل ديال الحياه اليوميه اللي تتلقى فيها راسك وتتقول والله الا بصح هادي كاينه، والله الا بصح هادي كاينه. من بعد تتبدا تدير صله وكتلقى معنى. نعم. بزاف ديال السلوك ديالك والحياه ديالك وتترتاح. تري بيان. هادشي كله غادي نرجعوا نتكلموا عليه في العشيه. كانت معنا مكالمه ولكن غادي ناخذوها ان شاء الله في العشيه على امواج راديو دوزام، تفتح لينا المجال. وانا جادو هاد النوع ديال المواضيع، يعني كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا منها مشاهدينا، لان كطلعنا شويه بالادراك ديالنا ربيعه، وكنوليو تنشوفوا الاشياء يعني بواحد الشكل هو اجمالي وشمولي، ما تنبقاوش منحصرين في المشاكل اللي هي بسيطه وهذا في الحساب الخاوي جوستومون. يعني ومساله الفهم راها حتى هي من الاخذ والعطاء، يعني ان الانسان اذا فهم واستوعب واحد المجموعه ديال الاشياء ف سي اوسي ان كادو، سي ان كادو. دونك فوالا، العشيه ان شاء الله غادي تكون معايا كوتش ربيعه غرباوي باش نزيدوا نتعمقوا في هذا الموضوع. غادي ناخذوا عناوين محدده لبعض الكتب اللي ممكن تقراوها مشاهدينا، تكلمكم على هذه القوانين الكونيه، وكذلك نفتحوا المجال للاسئله ديالكم ونتشاركوا الحديث ونتذكروا اكثر على هذا الموضوع. ساعتين ديال المباشر على امواج راديو دوزام. إلى اللقاء.